في إجراء يشكل انتهاكا آخر للمواثيق الدولية، جيش الاحتلال يتعمد إضرام النيران بمئات المنازل في قطاع غزة. بدأت فكرة إضرام النيران بالمنازل في القطاع كخطوة فردية من قبل بعض الجنود في الميدان، وأصبحت لاحقاً أسلوباً شائعاً في العمل العسكري وتنفيذاً لأوامر مباشرة من قادتهم. تحقيق لصحيفة هآرتس العبرية يشير إلى أن أحد الضباط أصدر تعليماته للجنود بعد الانتهاء من نشاطهم في إحدى المناطق بإخلاء أغراضهم من المنزل وإعداده للحريق. المنازل التي يتم إحراقها هي منازل مشبوهة وفق تعبيرهم. الجيش الإسرائيلي استخدم الألغام والمتفجرات لتفجير المباني إلى حدود شهر ديسمبر، لكن عدم كفاية المتفجرات لاحقاً دفع بالجنود إلى إشعال النيران بالمنازل في إجراء انتقامي. سياسة إحراق المنازل وتنفيذ ذلك كعقاب جماعي وإتلافها بشكل لا يسمح لأصحابها بالعودة للسكن فيها جريمة أخرى تضاف إلى جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال بحق المواطنين.